السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كيف الحال؟ أتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المحترف. اليوم إن شاء الله سأبين لكم كيف يمكن للشرطة أن تلقي عليك القبض في حالة إذا قمت بنشر خبر زائف، خصوصا مع جائحة كورونا، أو خصوصا إذا كان الخبر له علاقة بكورونا. فما يجب أن تعرفوا إخواني أخواتي على أن مجموعة من الدول العربية أصبحت تتصدى للأخبار الزائفة لما لذلك من نتائج سلبية على النظام العام، وهذا الأمر تدركه جيدا الشركات التقنية مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وقامت ببادرة استباقية وهي أنها ستتعاون مع السلطات، نقول الشرطة، لكي تمدهم بمجموعة من المعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بنشر أخبار زائفة. فيكفي أن شخص ما يقوم بنشر خبر زائف حتى يمكن للسلطة أن تتواصل مع شركة فيسبوك، وفيسبوك رغم أن إذا انتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم، حتى إذا كان يعني منتشر في 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 جميع ربوع البلد الذي تعيش فيه، ففيسبوك يمكن أن تحدد بدقة من قام بنشر هذا الخبر لأول مرة، وبالتالي تمدهم بمعلومات هذا الشخص. لكن يمكن أن تسألني وتقول: ولكن شخص قام بإنشاء حساب مزور، قام ب نشر خبر باسم مزور وبهوية مزورة، كيف يمكن للشرطة أن تعرف هذا الشخص؟ طبيعة الحال هنا يمكن هذا الشخص أن يرتكب أخطاء، مثل مثلا أنه يمكن أن يتواصل بحسابه على الفيسبوك عن طريق الأنترنت، يعني المنزلي أو الأنترنت الموجود في هاتفه، وبالتالي هناك شيء يسمى بعنوان الاي بي. هذا العنوان يمكن أن تمده شركة فيسبوك للسلطة، ويمكن للسلطة أن تتواصل مع شركة الاتصال، وشركة الاتصال ستعطيها المعلومات عن الشخص مالك الخط إذا كان الأنترنت في منزلك، وإذا كان الأنترنت في الهاتف يمكن أن تعطيهم كذلك مالك الخط ومن هو الشخص وراء هذا الاي بي أو وراء هذا الهاتف. يمكن أن تسألني كذلك وتقول: هناك أشخاص قد ينشرون أخبار زائفة ولكن باستخدام بروكسيات أو VPNات، يعني يقومون باستبدال هذا عنوان أو استبدال عنوان الاي بي حتى لا تصل لهم الشرطة. يجب أن تعلم صديقي أن عندما تستخدم حساب فيسبوك أو عندما تستخدم تطبيق فيسبوك أو إنستغرام أو يوتيوب، فهذا التطبيق له الصلاحيات أن يحدد موقعك الجيوغرافي عن طريق الجي بي إس، وهنا نتحدث عن الساتلايت ولا نتحدث عن الاي بي. فبالتالي يمكن للشركة أن تقوم بعمل بينج، كما نصح عليه تقنيا بالبينج، يعني فقط مثل يعني عندما تدق باب المنزل، وعندما تعمل بينج على التطبيق الذي تستخدمه يستطيع الجي بي اس الموجود في هاتفك ان يحدد موقعك الجيوغرافي بالتدقيق، ويمكن ان يتم ارسال هذه المعلومات كذلك الى السلطة، وستطب عليك في منزلك في نفس المكان الذي تعيش فيه. فبالتالي وجب الانتباه اخواني اخواتي الى مجموعة الاخبار التي تقومون بنشرها، لان السلطة لا تتلاعب في هذه المسألة.